ديسباينوسور واسمه يعني السحلية الشوكية. الموطن: الصحراء الغربية بمصر. الزمان: عاش في العصر الطباشيري المتأخر منذ 95 مليون سنة. الحجم: بطول حوالي 18 مترا ويزن ما يقرب من 4 أطنان. كان يمتلك أشواكا عظمية على ظهره على شكل شراع يصل طولها إلى 2 متر تقريبا. هذه الأشواك جعلته مخيفا بالنسبة لأعدائه. مهارته القتالية: تمكن هذا الوحش من العيش في البر والبحر، وكان يمتلك رأسا ضخما يشبه التمساح. هذا الرأس مزود بفك ضخم به أسنان قائمة، مكنه من صيد الأسماك في البحر وصيد الديناصورات في البر.